مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث يسرني ان استضيف الزميل مستشار وزير العدل الاستاذ اشرف ريفي، الاستاذ اسعد بشاره، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتيه. بعد ذبح الشهيدين علي السيد وعباس متلج يعيش لبنان داعش فوبيا، فهل فشلت الوساطة القطرية قبل أن تبدأ؟ هل الأجهزة العربية والدولية هي التي تملك قرار إطلاق سراح الإرهابيين في سجن رومية؟ شائعات كثيرة انتشرت حول مخطط أمني لطرابلس، فما صحة ما يحصل في عاصمة الشمال؟ أستاذ أسعد، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. من بعد ذبح الشهيدين بالشكل اللي صار، هل يمكن القول أنه أجهضت الوساطة القطرية التي لا يقودها قطري؟ يعني انتكست المبادرة القطرية بالتفاوض مع داعش والنصرة بهذا القتل الشنيع، لأنه كان مؤمل أنه طبعا مثل كل اللي بيعرف أنه هذه الوساطة تؤدي إلى تجميد الخطر عن العسكريين. لم تجمد الخطر عن العسكريين. اليوم بعتقد هذا الخيار ما بعرف إلى متى سيستنفذ، لأنه الواضح أنه التفاوض بموضوع العسكريين مختلف تماما عن التفاوض سابقا بموضوع الراهبات، وبالتالي في مسؤوليات كبيرة قدام كل الناس بلبنان، حكومة ورأي عام ومسؤولين، بمهمة واحدة بس، استرداد العسكريين سالمين لأهلهم، وقف هذا الاستنزاف. أي خيار يؤدي إلى هذا الاسترداد يجب أن يوضع على الطاولة ويدرس، بعيدا عن التشنج والمزايدة وبعيدا عن التفخيخ في المواقف، لأنه في كتير عمليات تفخيخ في المواقف أنا بشوفها كتير خطرة وخبيثة جدا، ستزيد الخطر على العسكريين، لأنه العسكريين مش موجودين مع دولة عدوة عندها جيش ووزارة الدفاع وخاضعة ومنتسبة للأمم المتحدة، موجودين عند منظمة معروف شو عم تعمل. بالتالي ظروف التفاوض وأصول التفاوض والمصلحة العليا باسترداد العسكريين أولا، لأهلهم أولا، للبنانيين كلهم ثانيا، وللدولة اللبنانية، هو أنا برأيي أولوي. عندما تقول الحكومة في اجتماعها الأخير أنه المقايضة مش مطروحة، ويتبين بأنه المسار كل الوساطات تسقط، هل ستتراجع الحكومة عن مبدأ رفض المقايضة؟ بالمبدأ لا أحد مع قصة المقايضة، وكلمة مقايضة لا تصلح لهذا التوصيف، لأنه الموجود عند الدولة اللبنانية بسجن رومية هو مجموعة من الإسلاميين، جزء منهم مظلوم لأنه لم تبدأ محاكمته بعد على رغم سنوات من الاعتقال، وهذه غير مقبولة بكل معايير حقوق الإنسان. جزء منهم بداية محاكمتهم بعتقد في عملية تسريع بالمحاكمات، المقايضة بالمبدأ غير مقبولة، ولكن عملية استعمال كل الخيارات لاسترداد العسكريين وحتى الخيارات المؤلمة منها يجب أن تكون على طاولة مجلس الوزراء. هلأ ما حصل هو أن حزب الله وحلفائه عطلوا كليا إمكانية وضع هذا الخيار كأحد الخيارات للبحث على الأقل، لأنه عندك طرف عم بيهدد بقتل عسكري ودبح عسكري كل يوم يومين ثلاثة، وعنده مطلب واضح بهذا الموضوع، واضح أنه ما عنده شيء يخسره. بالتالي من هم في موقع المسؤولية؟ يعطلون بأيديهم خيار أو من عدة خيارات يجب أن يكون يمكن أن يؤدي إلى استرداد العسكر. نحن عم نشوف أهل العسكريين، نحن عم نشوف، أنا الله لا يحط حدا محل أهل العسكر، المسؤولين كلهم، وزراء ما بستثني حدا، ونواب ورئيس حكومي وكله وقائد الجيش، لو في ابن لهم موجود بهيدي المحنة الكبرى، أنا بتعتقد أنه كان ما بيوفر أي جهد للإفراج عن العسكريين. لو الكلام بلع تسألني عن هيبة الدولة، بعتقد من يقولون بهيبة الدولة اللي عطلوا هذا الخيار من ضمن الخيارات. هيبة الدولة انتهت من زمان. هيبة الدولة ببلشت بمتجلية بسبعة أيار. منتهية من زمان. على كاملة الدسم أكمل وجه، وبالقتال في سوريا وتوريط الجيش في عرسال. هذه هيبة الدولة. يعني هذا خطاب بلا هيبة. اللي عم بيقول بهيبة الدولة هلا. الهيبة منتهية من 69. هذا كلام آخر. خلصنا نظريا بال 2005. خلصنا نظريا بال 2005. السؤال عندما يقول بيان الحكومة أنه الإجماع في رفض المقايضة، هل تقول بأنه في ناس مع المقايضة؟ وهل الوزير أشرف ريفي بالتحديد مع المقايضة؟ لا، وزير العدل من بداية استلامه عمل بموضوع تسريع عملية المحاكمات وبت، لأنه لا يجوز البقاء
وفي عندك شيء بسجن رومي اسمه أمبلي موقوتة كبير كتير وهائل، ما حدا بيعرف شو عم بيصير بسجن رومي. سجن رومي هو عبارة عن شيء تقريبا يعني فالت أو يكاد أن يفلت الدولة ويؤدي إلى انفجاره إلى شيء كتير خطر. تسريع المحاكمات هي الطريق كانت الأسلم، ولكن اليوم بعيدا عن مسار تسريع المحاكمات اللي هو مسار يجب أن يسلك طريقه، عندك شيء طارئ جدا هو عملية الابتزاز بقتل جندي كل يوم أو يومين. هيدا هو اللي طرق عليك، على طرق على الوزير أشرف ريفي، طرق على الوزير نهاد المشنوء، طرق على حزب الله. كل واحد هون أمام ضميره بيتصرف. إذا أنت بموقع المسؤولية ومش شايف هيدا الخطر وعم بتحاول وكأنك بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل خبيث أو بريء أن تصعب عملية الإفراج عن العسكريين، معناتها أنت عندك أجندة كتير خطرة. لما بيقتل عسكري شيعي وبتنتفض الضحية الجنوبية وبعض الاهالي، لما بيصير عمليات خطف على طريق عرسال، لما 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 بيصير بيرجع الحديث عن وضع عصيب الدواليب لمنع السرداد العسكر. لا، انا برايي كل الخير، انا بحكيك هون باسم الشخصي، انت عرفت عني حضرتك كمستشار وزير العدل، انا هون عم بحكيك كصحافي وكمواطن لبناني اسعد بشاره. وزير العدل عم بيقوم بعمليه تسريع الى اقصى درجه، وبعتقد في نوع من تقرير اعده القضاء اليوم عن كيفيه سير هذه المحكمات بالسرعه الممكن. يعني رح يطلعوا كلهم براءه بالنهايه؟ لا، هذا القضاء بيقوله في احكام واضحه، في ناس بعدها يا استاذ ما تحاكمت. ليه ما تحاكمت؟ لانه في وضع بيروقراطي معين بالجسم الاداري في لبنان، بالسجن، وضع القضاء، قله القضاة، يعني نوعا ما الجسم القضاء بلبنان لا يكفي لكل هذه المحاكمات. ليش الحقيقه ما بنقولها انه في كثير قضاة هن ما بيحبوا انه يحكموا في هذا الملف لانه ما عندهم انطباع انه الدوله قادره تحميهم؟ قد يكون نحن لما نحكي عن هيبة، عن قوة الدولة وهيبتها، قد يكون، ولكن شو يعني كيف عملية سوف يبرئون يعني بالنهاية الأمر. مش الوصول إلى نقطة تبريء أو عدم تبريء، هذا الملف واقعه هو التالي، إنه اليوم في مجموعة إسلامية من 98 موجودة بهذا السجن من دون محاكمات، بالتالي يجب على الدولة اللي بتحترم نفسها أنه تسرع بهذا الموضوع، وأنت بده سلبا أم إيجابا، اللي عليه حكم ينفذ حكمه، واللي ممكن يثبت براءته لأنه في ناس منهم ممكن أبرياء لا يوضع بالسجن أكثر من اللازم. هذا الملف يعني يتم تسريعه، ولكن نحن بشيء هم أخطر بكتير 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 من مجرد عمل تسريع قضائي لمحاكمات عادية. نحن بملف، نحن السكين على الرقبة مثل بيقولوا. بلش الوزير ريفي من أمتى بتسريع الملف؟ فورا، من أول في اليوم الثاني. من أي من يوم الثاني من شو؟ فورا هذا ملف كان أولوي. اليوم الثاني من شو؟ من تسلم الوزارة. هيدا ملف كان من ضمن كل الملفات الأولويات، تعزيز وضع القضاء، يعني القضاء، أن الملف القضائي كله سوا بلبنان اللي بده كله إعادة تعزيز وإعادة شغل، هيدا كله، هيدا ملف كامل الأولويات. أمتى بتتوقع بداية صدور الأحكام يلي كمان هي عم تتخذ على وقع السكين؟ ليه عم تتبسم؟ عم بتبسم لانه انا يعني بدك انه انا نحل محل القاضي اللي قاعد وبنا نراقبه عن بعيد، وبنا نشوف شو عم يشتغل. انطباع انه حيطلع الاحكام تحت وقع السكين؟ لا 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 لا، عندي انطباع انه انا بقول لك اياها بكل صراحه، بموضوع المقايضه، وهذا كمان راي شخصي لانه لا الزم انا حدا فيه، انا بموضوع المقايضه يجب وضعها كاحد الاحتمالات بدون خجل، بدون خجل طلعوا بأهالي العسكريين وبدون خجل، وما حدا يحكي عن هيبة الدولة اللي انتهكها، اللي انتهك هيبة الدولة واللي استورد الأزمة على عرسال واللي كشف الحدود واللي جاب آلاف المقاتلين إلى عرسال، ما له حق يحكي عن هيبة الدولة، ولا له حق يعارض الجيش اللبناني ولا عسكر الجيش اللبناني. هذا موضوع أصبح واضح والمسؤوليات واضحة فيه، في جردة حساب كبيرة بهذا الموضوع. اللي ذهب أن يقاتل في سوريا واللي ما بيعترف بشو اسمه حدود عم يحكي عن هيبة الدولة، اللي عمل 7 أيار عم يحكي عن هيبة الدولة، اللي فلت قاتل الطيار سامر حنا بأشهر عم يحكي عن هيبة الدولة. وين هيبة الدولة؟ أي هيبة الدولة؟ اليوم هيبة الدولة وكل الدولة ومصلحة الدولة أن يتم استرداد العسكر فقط لا غير، والبقية تفاصيل، الكلام بكل الباقي تفاصيل. إسرائيل الدولة العدوة كانت تعتقل ناس فلسطينيين مقاومين ومنهم قاتل إسرائيليين ومدنيين، بيعتبر حاله مقاوم لانه بيواجه اسرائيل، وتقول دائما لا افراج عن من يثبت تورطه بقتل مدني اسرائيلي، ترجع تفرج بكل دول العالم. انا مش عم روج للخيار، بس انا عم اقول الحكومه اللبنانيه اليوم تقول على لسان رئيسها انا لديها خيارات قوه. طيب اذا
سكرنا الخيار على المقايضة، وأنا مع تسكير الخيار على المقايضة لأنه خيار مؤلم ومش شعبي ومش صحيح يصير. ما هي الخيارات الأخرى؟ هذا السؤال. ماذا لدى الحكومة الخيار الأخرى؟ لماذا يعطل حزب الله هذا الخيار؟ وما هو الخيار الآخر؟ شو رد هذه القوى الرافضة للمقايضة عندما يقال لها، يوجه لها هذا السؤال؟ جر الجيش إلى أن يقوم بعملية عسكرية كبرى لفصل ما يسمى بجرد عرسال عن القلمون. حبيبي أنت فت على 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 سوريا لتقاتل، سقط القصير، سقط يبرود، وأنت تعتبر أنك نظفت. تذكر منطقة القلمون، معركة القلمون الشهيرة اللي كان ينوعد فيها؟ طب عملت معركة القلمون، شو كانت نتيجة معركة القلمون؟ 8000 مسلح جبت اجوا على جرود عرسال ولا يزالون موجودين بكل منطقة القلمون، وبدك تحمل الجيش اللبناني مسؤولية هيك موضوع؟ بتطلع من دون ما تشاور حدا بتحدي لكل الرأي العام اللبناني، بتقاتل جوا، بترجع بتورط توريث الجيش، مشكلة أكبر من قدرته على أنه يحلها هلأ. وفعلا لو أنه الكل بيلتزم بعدم تعريض الجيش لهذا الخطر والمزايدة على الجيش وتركه الجيش يشتغل، أنا برأيي الجيش بيقدر يعمل عسكريا، ولكن لا، بهالظرف الحالي ما بيقدر يعمل عسكريا. الجيش اللي ماشي من ليلته والكونفوا تبعه العسكري حد جيب أو عسكري لحزب الله جنبا إلى جنب، ما بيقدر يخوض معركة متكافئة، ما بيقدر. أنتوا عم تحطوا الجيش بهذا الوضع من 7 أيار إلى القتال في سوريا، يعني الأفضل يسحب الجيش من كل المناطق ولا أن يبقى عليه مثل شرطي سير؟ أنا برأيي الجيش، يعني كمان بالمقابل أستاذ أسعد، الجيش موجود. الخيار الآخر المطروح على الجيش من قبل القوى الأخرى، يعني حزب الله بده أن يضرب الجيش، فيما القوى الأخرى تريد شرطي سير يأمن لها كل المسائل وما يتعاطى مع حدا لو كان شو ما. هذا قرار بتاخده الحكومة وقية الجيش. بس أنا بقول لك شغلة صغيرة، الجيش بمعركة عرسال عمل أفضل ما يجب، بقي موضوع العسكرية. ما يجب ولا ما يمكن؟ ما يجب وما يمكن، اثنين سوا. ما يجب بتلك اللحظة، بتلك اللحظة بدهم من العماد جان قهوجي يقصف مخيمات عرسال وفيها 120,000 إنسان ويفوت ويعمل معركة طويلة عريضة مع 6-7,000 وقت اللي هن جابون على عرسال، هن ورطون بعرسال. لا، الجيش خلى انسحاب العسكر المسلحين من عرسال، طلعوا من عرسال، وكان ممكن استكمال هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع لا يمكن حله بحل نتائجه. الجيش عم يتعرض لمعالجة النتائج، ما حدا عم يحكي عن الأسباب. ممنوع بلبنان تحكي مع حزب الله تقول له أنك أنت جبت داعش إلى لبنان، وإلا بتكون صرت داعشي. ممنوع تقول له أنت طلعت على القلمون تتحارب بالقلمون تتحمي بداعي الحرب الوقائية صار الداعش بداخل عرسال. بس كمان ممنوع تقول له هيك. بس ما بتلاحظ كمان أنه كان ممنوع من الأساس أن تفرض قيود وإجراءات على مجيء اللاجئين السوريين تحت طائلة الاتهام بالعنصرية؟ بلاحظ ولا هيك كمان؟ لا ليش الذاكرة لا لا لا, لا, لا لا أنا بلاحظ وبتذكر إنعاشا للذاكرة التي لم تمت. انه كل الخطاب كان ترسيم الحدود وقرار 17-01 وضع الجيش على الحدود، يا هيك يا خليهم يفوتوا، لا يا خلي المدني المعتر الهربان من بشار من جيش بشار الاسد يفوت. ايه مزبوط، هلا شايفوا كثير معترين والمدنيين، في 1.5 مليون مسلح يعني سوري بلبنان برايك؟ قديش في انت بتقديرك؟ امبارح اكلوا قتل بالضاحيه لشبعوا، وفيها اكيد عشرات الالاف الضاحيه، وبغير مناطق عم ياكلوا قتل. انه في 1.5 مليون مسلح؟ ما في 1.5 مليون مسلح، في مجموعات مسلحة تغلبت بسوريا وقلبت الوضع على صالحها بفعل البطش اللي حصل واستوردت الى لبنان، وعملنا معركة بالألمون تنجيبها الى لبنان، وما عملنا اي اعتبار الى انه في بلد وله حدود وله جيشه. لا، خلينا الجيش كمؤسسة هي رديف لطقحت من ورانا، عفوا على التعبير، يعني انه بتمسح كل الاسامي اللي بنعملها. وقت بدنا الجيش بنحطه بالواجهه، وقت حزب الله عم يستهدف عرسال بحط الجيش بالواجهه، بيقعدوا بالمواجهه. طيب الجيش مضطر يتحمل هذا الموضوع؟ هل تتوقع ان تتراجع القوى الرافضه للمقايضه في المرحله المقبله؟ في امر خطير جدا عم بيصير، انك انت الشيء اللي عم بتفاوضه هو منظمه ارهابيه وخطره جدا، ولا تتورع. عملية الذبح هي عملية قرون وسطى ترجع إلى عصور سحيقة من الجهل والتعصب اللي هو يفترض يكون بعيد كلا عن كل قيم الدينية والإنسانية، وهذا مش وصف شاعري، هذا الشيء اللي عم نشوفه كلنا عم نتألم، عم نشوف
كل يوم. وهلا الخوف انه عملوا بيان انه بيطلعوا للمساء داعش انه يكون محضرين مفاجأة ما. المقايضة انا برأيي انه من يصر على رفض المقايضة انما يقول انا لا اريد استرداد العسكر بكل بساطة. بكل بساطة خلينا نقولها باللغة الشعبية الدارجة، انه انا لا انا اخر همي اندبح عسكري ستي مكرر صارت عسكري شيعي سني، ان شاء الله لا سني ولا شيعي ولا حتى مسيحي ولا اي عسكري اخر. بس ماذا يعني هذا الكلام؟ هلا نحكى عن حلول اخرى بديله في جعبه رئيس الحكومه اكيد تبعتها، انه تنفيذ احكام الاعدام في الموقوفين فيما لو جرى الاصرار على عدم اطلاق الاسر. ما سمعتها؟ سمعتها، بس انه انا بهمني حياه العسكر، وانا برايي هذا يعني الله يساعد من هو في موقع المسؤوليه اليوم، يعني ما بحسده، بس انا بقول شغله صغيره انه القرار صعب جدا ولكن يجب ان يتخذ قرار في هذا الموضوع. كل الدول تفاوض وتخلي محكومين ومسجونين اذا حصل هذا الامر، هذا سوابق حصلت حتى مع العدو قلت. نعم، بس المخارج القانونيه غير متوافره بغياب رئيس الجمهوريه، ولا مع تجاوز ايضا هذا الامر؟ لا مش مع تجاوز، بس انا برايي اذا في اراده معينه بهذا الموضوع لانقاذ العسكريين العسكر، انا برايي يمكن ان يتم هي جلسه عفو عام او قانون عفو خاص او يمضي قرار يمضي رئيس الجمهوريه الغائب طبعا يعني حكومه مجتمعه. طيب مين عطل قصه البحث بهذا الخيار ووضعه على الطاوله؟ طيب انت اليوم امبارح المفاوض القطري عم بيرجع يصروا داعش ويقولوا له انه المقايضه هي الاساس الالف ب، بعدين بتجي دفع المصاري والفديات الماليه وكذا. المقايضه وضعينها كاساس للاسف، يعني هذا بدنا ننطلق من هذا الوضع الاساسي. بس كمان ما تنسى انه هن حاطين سلسله مطالب تبدا بالمقايضه وتنتهي بانسحاب الجيش حزب الله من سوريا. ما تنسى انه هذا الامر يعني ما بيعود يوقف ولا محل، يعني انسحاب حزب الله من سوريا لانه طلبته النصرة او داعش صار مطلب سيء. هذا يا ريت حزب الله اليوم يفكر بهذا القرار. يعني الفكره انه ما بحدش بيقول انه تلتزم وتكتفي تنظيمات بمطلب المقايضه، لانه خلينا نتذكر انه عندما كانت عرسال محاصره قيل انه خلونا نترك عرسال بنفلت الاسرى. خليني اقول لك تركوا وما التزموا بالاتفاق و لا، مع الرهبات كانوا قبضوا مصاري، مع عباس ابراهيم قبضوا مصاري وفلتوا الرهبات، يعني بمعنى هلا صار في بترول بطل بدهم مصاري. ايه الكلام عن حزب الله وسوريا، خلينا نتخيل سيناريو نظري ونقول انه حزب الله بكره بسحر ساحر وشيء مش رح يحصل انسحب من سوريا وتكلف الجيش بانه على الحدود، برايك الجيش اللبناني مدعوم باجماع قد ما كان سلاحه والسلاح اللي بده يجي قادر ام غير قادر ان يضبط هذه الحدود؟ يا عمي اليوم بلبنان ما في بيئة حاضنة لا لداعش ولا للنصرة. نحن إذا عم نحكي عن الطائفة السنية اليوم السيستوني تابع اجتماع وزارة الخارجية العرب، اليوم عبد الله بن عبد العزيز خفان من داعش أكثر بكثير على حكمه على استقرار المملكة السعودية أكثر بكثير مني ومنك. ليه خفان؟ مصر السيسي خفان لأنه هيدي حالة لا يمكن ضبطها، وهذه حالة تطمح لأن تقيم يعني من دولة دينية متخلفة. يعني من حالة سخيفة؟ لا هلأ من حالة سخيفة. طيب عندما تكون نحن كنا نقول يعني من مش عابرة، يعني كما حاولت دائما 14 أدار أن تشير أن هذه حالة تافهة هامشية، وإذ نجد أن أكثر الدول العربية راديكالية تخاف من هذه التنظيم من ثلاث سنين التنظيم. من ثلاث سنين بس جاوبني على هيدي ولا ما بدي جاوبك؟ هذا جوابي شوي من ثلاث سنين مركب. من ثلاث سنين لهلا ما كان في اي عاقل الا ما متوقع يوصل لهون. طيب كان جد دائما هناك تسخيف لكل واعتبارها هيدي مزايده من 8 اذار وزر الرماد في العيون. وزير الدفاع السابق عندما حكي كلمه صغيره بتتذكر كيف استاذ فايز غصن كيف قامت الايام عليه، تبين انه كان مقصر يعني بالتشبيه تبعه ب 2011 ولا لا؟ ب 2011 اذار 2011 وقت انطلقت الثوره السوريه كان في داعش قوه عظمى، المليون انسان اللي تظاهروا بحما اللي عم ندعمهم ورح نبقى ندعمهم كل اسبوع واللي سحقهم بشار الاسد
كانوا مليون داعشي برأيك؟ بدرعة الأطفال اللي تأبع الضفيرهم كانوا داعش؟ هذا المغني اللي كان بحب هيك صوته بيرندح حلو لأبع له حنجرته كان داعش هيدا؟ رفيق الحريري اللي قتل في بيروت هذا كان داعشي؟ عم بحكيك عن جو سني عام بالمنطقة اللي لأوصل لك إذا كنا عم نحذر من داعش ولا لا. الغلبة المذهبية في العراق مين اللي قضى على أبو مصحف الزرقاوي؟ مش العشائر السنية في الوسط والأنبار وغيره؟ مين اللي عمل مظاهرات مليونية بسوريا عزلاء كانت تقتل كل أسبوع على إيد مين؟ مش على إيد النظام السوري؟ طيب اليوم أفرج عن 2000 شخص بسجن أبو غريب كله متشدد وكله من هيدي اللحى المزيفة لأنه في لحى حقيقية وفي لحى مزيفة. أفرج عن عتات المقاتلين الإسلاميين اللي كان بشار الأسد يصدرهم على العراق وإلى لبنان وتم تشكيل هذه التوليفة. هذه التوليفة أصبحت حقيقة وأصبحت عابرة للحدود وأصبحت خطر وأصبحت تشكل وحش، ولكن وحش على مين؟ وحش على أولا على العالم الإسلامي المعتدل، وحش على الأقليات وشفنا شو اللي صار بالمسيحيين، وحش أراد نظام الأسد تكبيره لكي يصبح أكثر خطورة من التوحش الذي مورس منذ العام 2011 إلى اليوم. بالتالي نحن قدام إرهابين، قدام وحشين كبار، وعليك تشوف شو بدك تعمل بهالمنطقة وتاخد أي خيار بدك تعمل بهذه المنطقة. هل أنت مع تشكيل أكثرية من المسلمين والأقليات عابرة للطوائف تقدر تواجه هذه الوحش هذين الوحشين، أم أنت ستنحاز مع إرهاب ضد إرهاب مع وحش ضد؟ أسألت تعتبر أن الاصطفاف والتحالف مع وحش ضد وحش آخر هو الحل هو الإنقاذ؟ لا، اللي بيعمل أبدأ استعداد واستعداد سوريا للانضمام إلى حلف لمواجهة هذه الظاهرة. سكروا له الباب لأنه هني بيعتبروا أنه فاقد شرعيته، لأنه سيستوني شفت صور الجثث الهياكل العظمية جراء التعذيب بسجون النظام السوري اللي بست يعني آلاف الجثث شفناها. شفت السوري اللي كان عم يدفن بالرمل على ايد جيش النظام السوري وعم بيقول لهم عم بيصرخ انه ما تقتلوني وكذا؟ انت دخلك هذا عمل داعشي ولا عمل شو؟ مين الالهم؟ مين الالهم داعش هذه بهذه التصرفات؟ البطش الذي ولد البطش واثنين بيشبهوا بعض. بالتالي نحن قدام واقع منطقه مخيف جدا، نعم مختلفين على وسائل كيف مواجهه هذا الموضوع. بلبنان نحن منقول انه عزل لبنان عن ازمه سوريا هو الاساس هو الحل. نظريه الخروج الى سوريا وقائيا لمنع وصول داعش ادت الى وصول داعش، لانه هي من نظريه لحمايه لبنان، هي نظريه لدعم نظام بشار الاسد وخدمه سياسه ايران في المنطقه، يعني منظومه واحده من العراق الى سوريا في لبنان جابت الويلات على لبنان. في عندك قيادات السنه بلبنان كانوا من الاول عم بيقولوا الحياد الايجابي، من الاول عم بيقولوا النقي بالنفس. طيب هودي سنة، وبسوريا اللي عم يقتلوا سنة، ليش ما انفتحت الحدود على بعضها وصارت عملية يغيرة الدين شاملة؟ ليه؟ بيقولوا انه كان في عمل، كان في عبور، كان في 13-14 واحد، مش جيش مسلح طالع يدعم تحت عنوان حماية الأماكن المقدسة وطالع يدعم بشار الأسد ويحمي نظامه وطالع يفتعل قصة مذهبية كبرى حتى يجيب منظمات خطرة مثل داعش والنصرة. أنا بعتقد في جردة حساب بهذا الموضوع، هذه جرد الحساب يجب ان تبدا. اللي كان عم لا يا اسيستوني اللي عم بيطالب ب 17-01 على الحدود وانت ضليع بهذا الموضوع منيح 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 دخلك، حتى نرجع شوي مسيحيا هلا انه المسيحيين خفانين من داعش ومعهم حق كثير يخافوا من داعش، بس عم يبحثوا بالنتيجه وناسيين السبب وما بده يعالجوا السبب بده يحميهم من داعش. المسيحيين تاريخيا من شارل مالك تاريخيا حديثا يعني الخمسينات الى اليوم شو كانت نظريتهم عن لبنان؟ شو البلد المحايد المحمي بدستوره الداخلي وبقرارات دولية إن لزم؟ مش هيدا هو النظرية واستعاني بقوات دولية؟ المسيحيين سنة 73 سليمان فرنجي لما فات على المخيم ووقفت معركة الجيش مع السلاح الفلسطيني ما كانوا عم يدعوا للتسلح، ما كانوا محتمين بسلاح آخر، كانوا عم بيواجهوا السلاح الغير شرعي. اليوم عم جزء منهم عم بيروج لهذا السلاح غير شرعي اللي خرب لهم بيتهم اللي راح يقاتل بسوريا، ورجعين بعد شوي يستجيروا بهذا السلاح. ب 73 كانوا عم بيقولوا الجيش فقط والجيش، كانوا عم بيقولوا صيانة الحدود. ليش وكان غير؟ لما نظام الأسد ب 73 غيروا برأيك؟ يعني هيدي بدها دراسة نفسية بسيكولوجية تاريخية سوسيولوجية صعبة برأيك؟ ايه صعبة جدا، لأنه هالديفياسيون من انه كتلة تاريخية كبيرة عندها هي الخيارات الكبيرة
بموضوع سيادة الدولة وحدانية السلاح وضبط الحدود ودور لبنان وإشعاع لبنان ومفهوم لبنان والتعايش بلبنان ونوعية العلاقات الإسلامية المسيحية. هاي المجموعة بتصير مجموعة تحالف أقليات خائفة بدها من ديكتاتور يحميها، ما جرب الأربعين سنين أجوبة على اللي عم تسألوا، بدها من سلاح غير شرعي. هي اللي طالما عملت، وخاصة هيدي عملت، هيدي المجموعة خاضت معركة ضد سلاح سمير جعجع لأنه سلاح غير شرعي، تذكر؟ خاضت معركة وكسرت ظهر المسيحيين تحت عنوان أنه هذا سلاح غير شرعي. تيجي اليوم تستجير بسلاح غير شرعي وتضع المؤسسة العسكرية اللي هي بالوجدان إذا بدك المسيح ومن كذا بعضنا، هي شيء مقدس، تضعها في مرتبة تانية لحتى تقحط وراء حزب الله ما يفعله حزب الله. لا، في ما عندك في إجابات من 40 سنة اللي مرقت؟ بس أسئلة. عندي إجابات بتقول أنه الخيار اللي أخذوه المسيحيين أسمر بال2005 بلد قدروا سحبوا جيش الأسد من لبنان بصمودهم لأنه كان بالمقلب الآخر جزء مش قادر يحكي ويعلي الصوت، لما قدر على الصوت قتل مثل رفيق الحريري بصمودهم هن وصمود غيرهم وبالشراكة اللي عملوها قدروا سحبوا جيش النظام السوري من لبنان وقدروا عملوا هذا الوطن. اليوم تغيير الرهان إلى تحالف أقليات وإلى سلاح غير شرعي يحمي المسيحيين، هيدا أقصر طريق إلى السفارة الكندية والأسترالية. خلينا نتوقف مع فاصل الآني عند هذه النقطة الحامية، نعود بعد لمتابعة النقاش لأسألك. شكرا. عن الأستاذ وليد جملاط موقفه من المقايضة والتفاوض مع الإرهابيين، عن الحلف الدولي الذي تعمل له الولايات المتحدة وتمنع تركيا عن المشاركة فيه. نعم. أسئلة نطرحها على مستشار وزير العدل الأستاذ أسعد بشارة. شكرا. بعد الفاصل. نتابع مشاهدي أم تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم، وضيفنا مستشار وزير العدل الكاتب السياسي الزميل الأستاذ أسعد بشارة. أستاذ أسعد، كيف تفسر موقف الأستاذ وليد جملاط؟ يعني في زاويتين. الزاوية الأولى أنا بفسرها أنه بالنسبة لمبادرة 14 أدار الرئاسية، لا خلينا بموضوع الأسرة الرئاسي بالآخر. بدي أسأل سؤال، بفضل أنه بتمنى على الناس ما تعتبرني شعبوي بالسؤال. لو حدا من عائلة النائب وليد جملاط بالأسر، هل كان بيكون نفس القرار برفض المقايضة؟ يا عمي في 20 عسكري مع مجموعة خوتة، ما بتقدر تتوقع له شو بدها تعمل. ليه بتتوقع حدا مثل الأستاذ وليد جملاط أخذ هذا الموقف؟ قريب من حزب الله. وأنت بتعرف أنه الأستاذ وليد جملاط الشعبوية منه بحاجة لألا ليثبت زعامته ودوره، لأنه هذا أرضان لحزب الله الموقف بكل صراحة. يعني من وقت اللقاء مع السيد حسن نصر الله، وقت اللقاء مع نصر الله أنا بعتقد أنه عمل كمان يعني التحام شبه كامل بمواقف حزب الله بكل المواضيع، وصار يحكي نفس الكلام. بعتقد في الهاجس الأمني عند النائب وليد جملاط، أنا برأيي جزء من الأسباب التي بالتحديد تجعل. أي هاجس؟ هاجس الاغتيال، يعني اللي بيشوف رفيق الحريري بيطير بتشقف متشقف بقلب من 800 كيلو. تسع سنين استاذ اسعد. اي، وسبعة ايار عمره من 2008. نعم، بس في والاحتكاكات بالجبل عمره كل يوم. بس الموقف اللي اخده اتى على اثر احداث داعش بركي، وهو قال انه التبادلات الجاريه. انا ما بدي احكي عن ما بدي احكي. سؤال، خلينا نقول شو هو قال. هو قال انه ما يجري على مستوى داعش هو ما يجعله انه يتقرب أكثر فأكثر من حزب الله. أنا برأيي مثل الموقف بعد جزء من المسيحيين، هيدا مزيد من أضعاف للدولة. أنا برأيي الموقف السليم هو إذا بعد في هياكل حقيقية لدولة في لبنان بالحد الأدنى، لأنه نحن وياك بنعرف أنه الدولة ضعفت إلى الحضيض بسبب كل هذه الممارسات. أنا برأيي هو الدولة التي تحمي ما تبقى من الدولة، ما تبقى من الدولة. إذا بدهم يعملوا يجهزوا على ما تبقى من الدولة ويصير حزب الله هو من يدافع عن اللبنانيين، اهلا وسهلا، بس هذا اقصر الطريق الى الحرب الاهليه. شفنا امبارح السيستوني بعد الشهيد مدلج انه فلتت عمليه غرائز مخيفه، بعض منها بتفهمه لانه في شيء غير مضبوط، بس البعض منها ما بتفهمه بقلب الضاحيه الجنوبيه عندما يحصل
اعتداء على هودي العمال السوريين هن قاعدين بقلب الضاحية الجنوبية، يعني معروفين فايليتهم معروفة عند حزب الله، هذا ما بيحصل بدون قرار. بالعكس أشادت القوى السياسية بما فيها قوى 14 أدار بتعاون حزب الله مع الوزير ريفي ومع الوزير مشنو ومع الرئيس اسلام في ضبط الشارع. أنا أسعد بشارة شخصيا ما بقدر صدق أنه ابن مرة بينزل يسترجي يطرق كف لشغيل سوري وما يتحاسب بقلب الضاحية الجنوبية من دون علم ومعرفة أو رضا حزب الله. أنا عم بشهد على عملية يعني تفاوض لإطلاق المخطوفين بثلاث مخطوفين بعرسال، وإن شاء الله تثمر هيدي. اليوم نحن قدام مشهد كتير فوضوي، أو حزب الله بيقول في خيارين، في حزب الله بيقول أنا ما كنت أتوقع ما سيحصل من ردة فعل واحتقانات مذهبية ونذهب كلنا إلى الخراب، أو أنه في نقطة مخفية معينة غطاء لما يحصل على الأرض. ما عندك انطباع أنه الشعور العشائري في البقاع يتخطى كل الالتزامات والقواعد والضوابط يتخطى الأخرى؟ يتخطى، إذا كانوا يدرون فتلك مصيبة، وإذا لم يدرون فالمصيبة أعظم بكتير. يعني أنا عم بقرأ النتيجة أساسون، نحن لما كنا عم نقول من البداية، بس كنت تقول أنت بشوية أنه الضاحية الجنوبية مضبوطة. طب كل إطلاق النار اللي كان يصير بين العائلات بالضاحية الجنوبية ويتكرر من مرة لمرة، كل هذه موافقة حزب الله بمناسبة الخطابات، يعني لا الخلافات بين العائلات وتبصير واسط الليل، هيدا خلاف بيصير وبيتكرر، يعني بيقدر حزب الله يضبط كل شيء. مجموعة شباب، أنا مش أنا عم بطرح السؤال التالي، مجموعة شباب بقلب الضاحية لمدة ساعات من الوقت، هديك ساعات كل الليل كانوا يقصوا على بعض، هديك قواس، هيدا ممارسات على الأرض قدام الكاميرا عم صورين وطلعت الصور. أمن حزب الله بهذا الضعف لكي يسمح لمجموعة من الشباب انه تفعل ما تفعله بالشياح او غير الشياح؟ لا، هون في علامه استفهام. اذا بيعرفوا مصيبه، اذا ما بيعرفوا شو نتائج مصيبه اكثر. وخطف عرسال، خطف عرسال اللي هو اخطر واخطر بكثير من عمليه الاعتداء على العمال السوريين، خطف عرسال. اليوم في ثلاث مخطوفين، انا بتمنى خلال الساعات المقبله تنحل فورا هذه القصه وما تطول، لانه حزب الله اكثر من غيره بيعرف شو تداعيات هذا الموضوع؟ شو خطورته؟ شو خطورته؟ طب أنا الـ 75 كيف بلشت؟ عملية الخطف الأسود كيف بلشت؟ التصفية كيف بلشت؟ ما بدنا نخوف الناس، بس بدنا نقول شو عم يصير حقيقة على الأرض حتى اللي هن المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم. 75 نقراها بالكتب نتذكرها، وعشنا فصولها بالثمانينات وغير الثمانينات بنعرفها، بنعرف الخطف كيف بيصير. التحالف الدولي الذي تعمل له الولايات، لن يكون هناك تحالف، لا بوجود لا النظام السوري ولا بوجود إيران. لا. اليوم في كمان تركيا تعرقل هذا التحالف وتقول أنها ترفض طالما لم يؤخذ قرار في الناتو. تركيا موضوع اشتراكها هو قوي للتحالف طبعا، لأنها قوة إسلامية إقليمية كبرى. بعتقد أنا بالنهاية تركيا ستكون شريكة بشكل أو بآخر بهذا الموضوع، ولكن مش بمعايير أن يكون يضخ أكسجين لنظام الأسد. لن تقبل لا المملكة السعودية ولا مصر ولا تركيا، وهن دول إسلامية كبيرة. السعودية غير موقفها، غير موقف تركيا، موقف تركيا مختلف. السعودية إذا فاتت بهذا الائتلاف لمصلحة ضد داعش وانعكس الشيء لمصلحة نظام الأسد، تعتبر أنه أمن السعودية صار بخطر ووجودها بخطر كلها سوا. بالتالي لن يدخلوا بهذا الائتلاف إذا ما كان لمصلحة نظام بشار الأسد، إلا إذا كان في هناك تعهد دولي بأن يتم تسليح المعارضة السورية المعتدلة، وبعتقد نوع من الفصائل الدربون الأمريكان، يعني آلاف المقاتلين بلشوا يشتغلوا على الأرض بشمال وشرق سوريا بموضوع لمحاربة داعش، وهيك نحارب داعش بالفصائل المعتدلة للثورة السورية إذا بعد كانت موجودة، اللي استنزفت كادت أن تباد، لأنه العالم عم يتفرج على نظام الأسد وعلى إيران وحزب الله في سوريا وعلى نشوء قوة متطرفة تشكلت الوحش الجديد بين ثنائية الانحياز إلى هذين، لا للانحياز لا الى داعش ولا الى نظام الاسد. على المستوى الديني انا بحكي كرأي، انا عم بيحكوا على مستوى ضربات جويه، عم بحكي على المستوى الدولي، ما عم بيحكوا إدارة على مستوى اداره اوباما قالت هذه الشرعيه سقطت عن الاسد. ما يسوقه نظام الاسد وحلفائه وابواقه الاعلاميه من انه اوباما كل الليل عم يركع ويصلي حتى يقبل بشار الاسد ينضم لهذا الائتلاف، هيدا مزحه ونكته ما لها طعمه. ايران انا اعتقد انها لن يتم السماح لها بالدخول في هذا الائتلاف، لان دخول ايران
إلى جانب هذا الائتلاف بمواجهة أيضا داعش، يعني تعزيز وتسعير فتنة إسلامية سنية شيعية بكل المنطقة. سيقول السنة بكل صراحة بكل العالم أنه مش قوية إلا على داعش، وتركين نظام الأسد يذبح بالمسلمين السنة. عم يحكوا بضربات جوية، ما عم يحكوا ضربات جوية وضربات جوية ونموذج على الطريقة الطالبانية. يعني بعد 11 سبتمبر الشيء اللي صار أنه من الجو كان في الطيران الأمريكي، وعلى الأرض كان في تحالف الشمال. تحالف الشمال اللي حرر طلع فات على كابول وعلى قندهار، مش الأمريكان اللي فاتوا على الأرض مباشرة، من الجو كانوا الأمريكان، بس في قوة على الأرض بتاخد مسؤولياتها ويتم تسليحها. كيف عم يتم تسليح الجيش العراقي اللي هو أغلبيته شيعة العراق، واللي اليوم بده يحاولوا يعملوا ائتلاف مع السنة لتوفير مظلة سياسية لمقاومة داعش مظبوط كما يجب، واللي كان يجب أن تحصل قبل أن تولد داعش. بسوريا أيضا سيتم تسليح المعارضة، وبعتقد بدأ هذا التسليح بمستوى نوعي، وهذه معركة بدأت تصير. خلينا ننتقل شوي نستفيد من الحوار، نسألك عن المبادرات الرئاسية، هل انتهت هذه المبادرات؟ البعض يقول في 14 أدار، لأنه لا صوت يعلو صوت الماء. البعض يقول في 14 أدار، وأنا منهم، أنه حزب الله لن يرد على هذه المبادرة، سيترك العماد عون أن يرد على هذه المبادرة، وإجا رد العماد عون على المبادرة، يعني سيحيل كل من يسأله إلى الرابية. والبعض الآخر يقول أن حزب الله يدرس هذه المبادرة. أنا من أنصار الرأي الأول، أنه حتى أشعار آخر بظل وجود حكومة، بظل وجود هياكل دولة تعمل ولو مهلهلة بالحد الأدنى، تضبط هذا التوازن الإسلامي يعني السني الشيعي داخل الحكومة، لن يحتاج حزب الله إلى أن يضحي بانتخابات رئاسية مقابل لا شيء، لن يضحي بالعماد عون. أنا من هذه النظرية حتى أشعار آخر. بالتالي هذه المبادرة تبقى قوتها المعنوية في أنها تسلط المزيد من الضوء على من يعطل انتخابات رئاسة الجمهورية، لا أكثر ولا أقل. جزء من صنعوا هذه المبادرة يعرف هذا الأمر، ويعرف أنه لن يلقى هذا الرد، ولكن كان عليهم واجب أن يعملوها. هي نسخة مكررة عن ما قاله سمير جعجع الذي لم ينسحب بفعل هذه المبادرة، ولكنه مستمر كمرشح مع البحث بأي اسم آخر، اسم تسوي. هذا الشيء اللي صار. يعني برأيك ما في تبدل جذري فعلا بالمواقف يعني؟ لا لا ما في تبدل، لا لا لا، على ما هو يعني عليك. كانت شكلية المبادرة، كانت للمزيد من تسليط الضوء على أن حزب الله يعطل هذا الاستحقاق بالوضع يعني الأصبع يعني على جرح. هم إحراج حزب الله مش إنتاج رئيس. إيه بس إذا حزب الله مش محروج، ما عنده إحراج، يتفضل هو بزمن الناس يحرج 14 أدار ويقبل بالمبادرة ويقعد على الطاولة يحكي. حزب الله ما قعد على الطاولة يحكي، لأنه في ثمن معين لهذا الرأس اللي اسمه رأس الجمهورية، رئيس الجمهورية. بعتقد رح يكون في بازار معين بين الأمريكاني والإيران. ما حدا أي طرف دولي مقدم تيقول يحكي بملف الاستحقاق الرئيسي. مبادرة الأستاذ وليد جملاط إلى تعليق حركته على أثر هذا الأمر، ألا يعني أن هناك نوع من شعور لدى الأستاذ وليد جملاط أنه في محاولات هلأ لعرقلة أكثر من محاولات إيجاد تسوية؟ لا لا، في تنافس على جزء من المبادرة، هي لسحب هامش مناورة وليد جملاط، يعني اللي عم بيناور فيها بقصة أنه هو الوسط التسوي الذي قادر يتكلم مع الجميع وينتج مبادرات. 14 أدار أهميتها هي أنه أنتجت مبادرة حقيقية. أنه الهدف شو المبادرة؟ أنه تزيد على حزب الله أنه لا يريد انتخابات رئاسية ويضرب الوسطي ويضرب الوسطي الذي بإمكانه أن يتكلم مع الجميع. هيدا هدف مثل بيقولوا فرافية تتحقق، يعني مش ما كان الهدف منه هيك، بس بحكم المبادرة صار هيك. لأنه 14 أدار عم بتقول أنا اتهمتوني أنه أنا ترشيح سمير جعجع هو تعطيل. سمير جعجع اليوم ممكن نبحث بمرشح اخر اسم تسوي بموافقه سمير جعجع وطلب من سمير جعجع، تفضلوا تنقعد، ما بدهم يقعدوا على الطاوله. طب ليه منزعجين 14 دار من حركه الاستاذ وليد جملاط؟ لان فيها مزايده، فيها مزايده وما فيها يعني حركه بلا بركه. يعني الجميع يعرف انه حزب الله ما بده يبحث هلا بالانتخابات الرئاسيه، ما نضجت، وتارك للعماد عون عم يعطيه هذه الورقه، ومعتبر انه الوضع الحالي بوجود هالحكومه يغنيه عن دفع ثمن اسم تسوي، يغنيه عن هذا الموضوع. ليه بده يزعل العماد عون؟ التسويه هي لا عون ولا جعجع، بل الاسم سيتم اختياره والتوافق عليه. ماذا عن ليش بده يزعل ميشيل عون؟ ماذا عن التمديد لمجلس النواب؟ هل حان الوقت وكيف سيكون ذلك؟ الكأس المر، الكأس المر الذي يشبه يعني تمديد، هو كأس مر وخيار لا ديمقراطي بالكامل، انا ضده 100%. واجراء الانتخابات النيابيه هلا قبل الرئاسيه، قبل الرئاسيه يعني فوضى دستوريه.
فوضى دستورية. ليه فوضى دستورية؟ قد يسهل الأمر انتخاب رئيس جمهورية. أنت عم تسألني الموضوع إنه أحيانا نحكي مش نصنع شعار ومنهول فيه ومنصدقه نحن ومنصير نفنص فيه على العالم، بس أنا رح أقول لك شغلة صغيرة، عملنا انتخابات ردا على هذا الموضوع وحقيقة فوضى دستورية، عملنا انتخابات نيابية، طيب مين بشكل الحكومة كيف بتعمل استشارات نيابية؟ ما هذا سؤال يسأل كمان. بتعمل انتخابات دغري رئاسية بالمجلس. ليش هن راضي النتائج بنتائج بحكم بهذا التوازنات هذا المجلس مش راضيين يروحوا على المجلس ومقطعين المجلس، أيا كانت التوازنات الجديدة. بتعتقد إنه إذا كان مجلس منتخب حديثا رح يكون أصعب على أي طرف أن يقاطع؟ أكثر شيء بحزني أنا إنه الحديثا مثل قديما. بس التوازنات بركي سقط الجنرال عون بانتخابات كسروان لن تختلف كثيرا، الكل بيعرف الجنرال عون بيعرف وكله بيعرف انه التوازنات مش كتير كانت الانتخابات الماضية 2000 صوت، يعني اذا كان فعلا هو المعطل والذي يقضي على الرئاسة اذا استمرت المزايدة يا سيستوني رايحين على الانتخابات النيابية على انه رايحين على الانتخابات النيابية، بس تعرف شو بيصير؟ فتنا بمغليطة ما إلى أول ما إلى آخر. ما بيتراهن إنه مثلا إذا ميشيل عون عم بيعطل الرئاسة ممكن الكسروانية يسقطوا؟ يمكن الكسروانية خفانين هلأ من داعش أكتر من ما بدهم، معتبرين إنه جزء من هذا الموضوع له أولويات مختلفة كليا، هذا الموضوع مختلف، فلنذهب إلى الانتخابات. أنا معك. ليه الخوف من داعش بيربح ميشيل عون؟ لأنه بعتقد مصور نفسه إنه هو من يقف بوجه التطرف، ما يسمى التطرف الإسلامي، وهو بالحقيقة هو اللي ورط المسيحيين بأخطر عملية تفكك للدولة ستؤدي إلى ضرب وجوده. إذا كان الواقع هيك لماذا لا تذهبون إلى انتخابات؟ لا أهلا بالانتخابات، أهلا بالانتخابات، بس سؤال تيار المستقبل اللي أنا بضلني بنصحهم بقول لهم أنه ربما الذهاب إلى الانتخابات يعني ليس مشكله، هني خفانين من فوضى دستوريه، خفانين من فوضى دستوريه تاثر وبدهم ان يكون السنه الماضيه لما صار التاثير ما كان في فوضى دستوريه. دخلك ليك سؤال بنهايه عهد رئيس سليمان، سؤال وانت عم تسال عن حسن نيه، اللي مصر على الانتخابات النيابيه وانا رح اجاوبك كانك انت متهم، لماذا لا تصر على الانتخابات الرئاسيه ايضا؟ يعني مدخل الانتخابات الرئاسيه لكي تجرى كل الاستحقاقات، هون الخطوره. لا بس كان لما جرى التمديد الاول كان بعد في رئيس، لما شرط التمديد الاول كان بعد فيه رئيس، صحيح وهذا كان الكل ما في خوف من فوضى دستوريه وكنا ضد وتيار المستقبل وحزب الله وحركه امل. تيار المستقبل مشي فيه الكل، مش بريء من دم هذا الصديق. وتيار المستقبل قال يعني بعد ضيوفنا قالوا انه استجابه للقوى المسيحيه. قد بعد ما انا دقيقتين اشرح لك الفكره، اذا اجرينا الانتخابات انا وياك كمواطنين لبنانيين ماذا يعني برايك النتائج؟ ماذا تعني؟ شو تعني بالمعنى النزول المجنون في أكترية وأقلية؟ 2009 شو كانت؟ معروف يا استاذ أسعد إنه اليوم الشخص يلي عم بيقول أنا عامل فراغ رئاسي بده عم يستفتي الناس، ربما يسقطوا ربما يعطوه أكثرية كبيرة مثلاً. عم بيستفتي الناس يلعبون ليخة، إذا خسر بالليخة بيقول لك لا أنا ما بخربط الطاولة، بيقول لك لا تعال نلعب 400، يعني إذا خسر بيقول لك لا هيدي الانتخابات مش مزبوط، خيي نحن هيدي صار فيها بترودولار، ما هيك؟ وبأي شيء هذا الطرف اعترف بنتيجة برقم، بنتيجة 2009 ما كانت رقم، لماذا رفض تشكيل الحكومة إلا بعد أن يكون فلان أو فلان وزير فيها؟ لماذا عطلوا نتائج الانتخابات ونزف لأنه نزف مضمون الشيء اللي اسمه أكثرية وأقلية؟ ما هي ليش بتعمل انتخابات؟ دخلك الوزارة الداخلية المعطرة ليه بتشتغل انتخابات ولا بتستفتي الناس؟ مش حتى اللي عنده أكثرية يجي يشكل حكومة ولا تلت معطل إسقاط حكومة وتحكم الحكومة؟ تلت معطل تناوب عليه الطرفين انه عملنا انتخابات حكومة الرئيس ميقاتي. اي تلت معطل طلبوا 14 دار بتلت معطل للمشاركة؟ مش صحيح. انا كنت على الموضوع، انا اصبعي على الجرح وبعرف لو مزبوط كنت لك مزبوط، مش مزبوط. حزب الكتائب يومتها طلب فيها بشكل منفرد، بقيه قوى 14 اذار رفضت من المبدا دخول الى هذه. هذا افق لحلقه جديده استاذ اسعد، شكرا استاذ عم نناقشك فيها. اهلا وسهلا فيك في هذه الحلقه مشاهدينا. شكرا. الشكر لكم للمتابعه والتذكير ان الاخبار موجوده عبر صفحتنا ام تي في لبنان نيوز على موقع تويتر، وام تي في لبنان نيوز على موقع فيسبوك، وايضا عبر موقعنا الالكتروني mtv.com.lb. الى اللقاء.